تحية طيبة لكم جميعا. نواصل مشاهدينا إثراء النقاش حول معالم المرحلة المقبلة التي يقول كثيرون إنها بدأت بالتشكل فعلا من خلال ممارسات النظام لوضع لبنة أو لبنة ما سماها الرئيس عبد المجيد تبون الجزائر الجديدة. فبعد أن أوشكت مرحلة كورونا بكل تداعياتها وانعكاساتها على الانقشاع جراء تراجع الإصابات بالوباء المنتشر، تبين لكثير من المراقبين أن السلطة على عجل لتعبيد طريقها نحو ما تريده عبر توزيعها لمسودة الدستور وتشديد القبضة الأمنية والقضائية ضد عشرات الناشطين المشاركين في الحراك الشعبي السلمي واتهامهم بشتى التهم، خلافاً لما تؤكده كثير من المنظمات بأن هؤلاء ما كانوا ليسجنوا لولا مشاركة في هذه المسيرات السلمية. الأمر الذي فهمه مراقبون بأن السلطة لا تريد عودة الحراك السلمي بكل زخمه وقوته. وهذا ما أثار مشاهدينا اليوم كثيراً من الأسئلة هو تلقي أيضاً أحزاب كانت محسوبة لسنوات وسنوات على المخلوع بوتفليقة الضوء الأخضر لتنظيم صفوفها والعودة للنشاط من جديد، رغم أن غالبية قادتها في السجن بتهم سوء التسيير، الفساد، الرشوة، نهب المال العام، استعمال النفوذ. فماذا تعني مشاهدين عودة حزبي الموالاة الأفلان والأرندي خصوصاً في الوقت الحالي؟ وأي دور ينتظر هذه الأحزاب الموالي للسلطة في المرحلة الراهنة؟ ولماذا يريد النظام الاستمرار اعتمادا على تركة المخلوع بوتفليقة وهناك من يسميها قطع الغيار القديمة؟ وهو ما طرح ألف سؤال وسؤال في مواقع التواصل الاجتماعي عن ماهية الجزائر الجديدة التي ينشدها السيد تبون اليوم، وما هي مسؤولية أو ما هي مسؤولية السياسيين الغيورين على البلاد خلال هذه الفترة؟ هل سيكتفون يا ترى بإصدار بيانات وبيانات فقط؟ ثم ماذا عن الحراك السلمي الذي يرشحه خبراء في الداخل والخارج بأن يكون عقبة كأداء أمام النظام الحاكم اليوم؟ وأي مستقبل له في غضون ما تدبره السلطة الفعلية في الخفاء والعلن قبل موعد 12 ديسمبر وما بعده؟ نبدأ مشاهدينا بمشاهدة هذا التقرير الجرافيكي ثم نشرع في النقاش. نرحب بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوفنا من أساتذة ومحللين وحقوقيين يصطحبوننا في أثراء النقاش خلال حصة اليوم، ونبدأ مع الأستاذ حبيب عشي القاضي السابق والمحلل السياسي معنا من باريس عبر خدمة سكايب. أستاذ حبيب، أولا كل عام وأنتم بخير، لم نلتقي في هذه المناسبة، إن شاء الله تكون عيدت بأمن وأمان وستر. المشاهدين والشعب الجزائري كل عام وأنت بخير. شكرا لك أستاذ حبيب. هل تبينت لك معالم المرحلة المقبلة للنظام الجزائري من خلال هذه الممارسات التي يراها كثيرون بأنها تصب في إطار وضع اللبنة الأساس البلاتفورم للنظام الجديد المرحلة الجديدة أو ما سماه الرئيس تبون بالجزائر الجديدة،
من خلال هذه الممارسات، طيلة انتشار وباء كورونا، شهر رمضان ثم ما بعد رمضان، كيف ترى هذه الممارسات؟ هل فعلا هي بمثابة تعبيد الطريق لهذه المرحلة التي يريدها تبون؟ أنا ممكن أتحفظ على كلمة النظام الجديد أو الطريقة الجديدة. بالنسبة إلي هو نفس النظام يغير في ثوبه، أيوة. لا أكثر ولا أقل، نفس الممارسات، نفس التقنيات التي كان يستعملها النظام بوتفليقة يكررها الآن السيد عبد المجيد تبون بنفس الطريقة، لأنه لو نطرح فكرة نظام جديد أو منظومة جديدة أو جمهورية جديدة أو تكييف جديد للوضع الجزائري بعد الحراك نكون مخطئين ودخلنا في لعبة النظام. النظام لا يتغير، فقط يغير من وجوهه البالية التي أصبحت مكروهة من الشعب، ويريد أن يمارس وكأنه في فكره حسب تصوره أنه يمارس الخديعة للشعب الجزائري. الحراك عارف أساليب ومنظومة النظام أنها لا تتغير وبنفس الأساليب، ولو حتى تسمح لي في هذا على طور هذا الأسبوع أعطيك معلومة، في كل العالم، في كل العالم ولا حزب سياسي ولا جمعية ولا منظمة عقدت مؤتمر استثنائي أو مؤتمر لتجديد الهياكل إلا حزب الأرندي والأفلان. لهذا نعم وصل لهذا أنه هذه الحيل والأساليب لا تنطلي على الشعب الجزائري. أيضا القاعدة الثانية واللي تعود عليها الشعب الجزائري من طرف هذا النظام أنه النظام يأتي بالقاعدة القانونية وبسرعة يريد تطبيقه، لكن أول من يخالفها هو النظام نفسه. ولو نفتح القوس في هذه الجائحة منذ بداية الجائحة في مارس حتى اليوم، السلطة التنفيذية أو الوزير الأول أصدر 3 مراسيم تنفيذية، الهدف من هذه المراسيم التنفيذية هي مكافحة وباء كورونا. أوكي، المرسوم الأول وحبيتنا نطبقه على ما وقع في الأفلان والأرندي، يمنع التجمعات اللي هو المرسوم 2069، يمنع التجمعات وغلق كل أماكن العامة ودور العبادة ودور التجمعات والملاعب والمسابح وما شابه ذلك. المرسوم الثاني 2072، هذا يمنع منع باتا التقارب والاختلاط بين المواطنين ومنعهم التنقل بين الولايات. المرسوم الثالث هو 2127 ليقول التباعد وارتداء الكمامات وكل من يخالف يعاقبه القانون بعقوبة من قانون العقوبات. أطرح السؤال، هذه أساليب النظام، كيف استطاع هذين الحزبين أو هاتين الأذرع للنظام أن اجتمعوا، ومن أين تحصلوا على هذه الرخصة، وكيف لهذا المسؤول أن يخالف القانون؟ القانون ألزمه تحت طائفة العقوبات، إن خالفت العقوبة تصل حتى لسنتين، لأنه جمع أشخاص في مكان يمنع منعا باتا تجمعهم. لذلك هي نفس الأساليب، نفس الأطروحات التي يمارسها النظام منذ سنوات، لذلك لا نعتبره أنه فيرسيون جديدة أو نظام آخر أو وضعية أخرى، هو نفس النظام بأساليب أخرى متغيرة لا أكثر ولا أقل. هل يمكن أن نقول هذا الأمر أتى من باب الضرورات تبيح المحظورات، خاصة وأن النظام الآن في أمس الحاجة إلى تطبيق الوعود التي وعد بها قبل 12 ديسمبر، الموعد المعروف، وما بعد 12 ديسمبر؟ كأن تبون اليوم محاصر بهذه الكلمات. الآن مواقع التواصل الاجتماعي تعج بهذه التسجيلات، أنت قلت كذا وكذا وكذا، وأينك اليوم من كذا وكذا، ولذلك فهو كأنه في عاجلة من أمره والنظام بصفة عامة للانتقال لهذه المرحلة بطريقة عاجلة، ولذلك تم إصدار الضوء الأخضر لهذه الأنظمة اللي كانت، لهذه الأحزاب اللي كانت تسمى الموالاة، بأن تنظم صفوفها، بأن تلملم أعضائها للانطلاق مجددا على أساس أنه احنا دخلنا جزائر جديدة. هل يمكن أن توافق ما تذهب له السلطة اليوم أنه فعلا ذاهبون إلى مرحلة جديدة أو جزائر جديدة؟ أهم ميزات النظام أنه لا يحترم القانون. لا، أهم ميزات هو كل العالم تجتاحه هذه الجائحة. ما العجلة، ما السرعة، أو عنده عذر العالم أصابته هذه الجائحة. وما يؤكد أنه لا يحترم
القانون نفس ممارسات المخلوع بوتفليقة أو المطرود بوتفليقة، أنه كان يأتي بالقانون ولا يطبقه. القانون أنت يا سلطة يا سيد عبد المجيد تبون ووزيرك الأول من أحضرتم هذا المرسوم الذي يقول يمنع منعا باتا التجمعات وكل أماكن العمومية مغلوقة. لماذا تخالف النص القانوني الذي أتيت به أنت؟ أنت من قلت أنه توجد جائحة وضرورة حماية الشعب الجزائري من هذه الجائحة. كيف تجمع هذه الأشخاص، مجموعة من الأشخاص 1000 أو 500 أو 600 لا يهمنا العدد، تجمعهم في مكان مغلق وتعرض حياتهم كلهم للخطر بحجة تجديد الهياكل؟ ما السربعة وعندك العذر أنه ظرف طارئ؟ ظرف طارئ يمر على كل العالم ليس الجزائر باستثناء. يعني لو بقيت هذه الهياكل والمؤسسات إلى غاية بعد رفع الجائحة وتعود الحالة الطبيعية إلى ما كانت عليه، على الأقل نقول إلى حد ما ممكن، لكن في عز ظروف القانون يمنعك من التنقل، يمنع الأعضاء من التنقل ما بين ولاية وولاية. يعني هذه هي ميزة الأنظمة الشمولية الديكتاتورية التي لا تحترم القانون. كيف يثق بك المواطن وأنت لا تحترم قانون أعددته بنفسك؟ هذا القانون لم يأتي به الشعب الجزائري، هذا المرسوم التنفيذي أو المراسيم التنفيذية الثلاثة، السيد جراد والسيد تبون هم من بعثوهم في الشعب الجزائري قصد تطبيقه عليه. إذن النظام عندما يكون بصدد الشعب الجزائري، الشعب الجزائري والمؤسسات الخاصة والمحلات الخاصة والمؤسسات التجارية التي يقتات منها الشعب الجزائري يطبق عليهم القانون، لكن عندما تكون أذرع النظام لا تصبح معفية من تطبيق القانون. وهذه الممارسات مارسها ويعرفها الشعب الجزائري طيلة 20 سنة، هي نفس الممارسات. أنا مع احتراماتي لحزب جبهة التحرير الوطني حزب تاريخي، لكن لا أعتبره حزب جدد هياكله. طيب. هو أعتبره على ذكر الأفلام أذرع النظام، النظام يجدد في أذرعه. إذن الممارسات هي نفس الممارسات التي شهدتها فترة المخلوع الرئيس بوتفليقة، وأنت ذكرت الآن الأفلان حزب التحرير الوطني وكذلك التجمع الوطني الديمقراطي. لرندي اختصارا، نشاهد مشاهدينا بعض التسجيلات المسجلة للأمينين العامين الجديدين القديمين، لأنهما قديمان وليس جديدين، لكن أبرز ملاحظة يسجلها الجزائريون على هذين الشخصين أنهما كانا يباركان ويمجدان ويزكيان فترة بوتفليقة وشخص بوتفليقة، ويقولان بأن هذا الرئيس هو الأنسب للجزائر، رغم خروج الملايين من الجزائريين رفضا لهذه الفترة ورفضا لهذا الرئيس المخلوع. نتابع مشاهدينا مقتطفات مما جاء في تسجيلات هذين الشخصين الجديدين القديمين. شخص هذا الرجل راه حياته كلها فناها من أجل الجزائر، سواء لما كان مجاهد أو لما كان يكفي فخر أنه لما طاح مرض مرتين طاح مرض في المكتب نتاعو. يعني كان يجاهد ويخدم في البلاد هذه، ما كانش في سياحة في الخارج والله. يعني أعتقد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يعني واحد لم يشكر رئيس الجمهورية على هذا الجهد وعلى الشباب وصحته ضيعها للجزائر، يعني هذا راح يكون فيه خير لجبهة التحرير الجزائر؟ ما اعتقدش. اعتقد هذا مبدا ما فيش اي كلام. وهك عاود ذكرت يعني لان ذكرنا مجموعه من المقاييس. نعم. احنا نقولوا بان الولاء للجمهوريه هو اول مقياس، لاننا عارفين بان الولاء الرئيس هو ولاء للجزائر ولشعبها، خصوصا انه رئيس الحزب قبل كل شيء. طبعا طبعا هذا رئيس الحزب، رئيس الجبهه، هذا ما فيش كلام، هذا متفق فيه. فقط احنا ما نتكلموش على هذا الامر لانه ما فيش كلام. قال أبو الفضل البعجي الأمين العام الجديد لحزب الأفلان جبهة التحرير الوطني. وماذا عن الطيب زيتوني اللي هو صار كذلك أمينا عاما للتجمع الوطني الديمقراطي الأرندي اختصار؟ الجزائري والشعب الجزائري كذا كان صادق بانتماء كبيرة ينابروباسيون دون ديمارش لمسار. طيب ما رأيك أستاذ حبيب فيما كان يقولان هذان الشخصان حول فترة بوتفليقة؟ كان يمجدان هذه الفترة ويقولان بأن هذا الرجل مناسب، خلافا للملايين من الجزائريين اللي استفاقوا في ذلك اليوم التاريخي الآن اللي هو 22 فبراير وقالوا أنه عشرات السنوات ذهبت هكذا هباء منثورا، استبداد وفساد ونهب المال العام وسوء التسيير وما إلى ذلك. ولكن هذين الشخصين يمجدان هذه الفترة كما كنت تستمع، وها هو النظام يزكي على أساس أنه هذا انتخبهم الشعب أو انتخبهم الأعضاء اللجنة المركزية في الأفلان أو أعضاء الأرندي، ولذلك فهما سيقودان حزبيهما نحو فترة جديدة. هل يمكن أن نقول بأن البداية تكون بأناس قدم؟
شوف حتى نتفق، هذا توثيق وشهادة وتأكيد لكلامي لما أثرته في السابق، أنه نفس النظام فقط يغير في الوجوه. أيوة. إذا اعتبرنا الأفلان أنه حزب الأغلبية، الأغلبية الساحقة يعني يمثل أغلبية الشعب الجزائري اللي اختارت الأفلان حسب ديمقراطيتهم وحسب انتخاباتهم. الشعب الجزائري في 22 فيفري 2019 ثار على هذا الحزب ولا هذه المنظومة، على هذه المنظومة. لو كانت في دول تحترم نفسها وتحترم القانون وتحترم الديمقراطية، هذا البرلمان ينحل تلقائيا من تلقاء نفسه. أنت تمثل من عندما يقول أنه يمجد في بوتفليقة، الشخصين يمجد عبد العزيز بوتفليقة، والشعب الجزائري برمته ثار ضد هذا الشخص. إذن من هنا ما يؤكد أن هذا النظام لا يحترم الشعب، لا يهتم لانشغالات الشعب، غير مستمع أصلا، ما يهمه إلا مصالحه الضيقة ومصالح أعضائه المنتوية أو المنزوية تحت لوائه لا أكثر ولا أقل. أما مصلحة الشعب الجزائري بصفة عامة لا ينظر إليها بتاتا، بل أنه أتى بوجوه تقدس وتعبد عبد العزيز بوتفليقة وتصفه بكل الأوصاف وتقول فيه شعرا وتقول أذكى الرجال وأحسن الرجال وما شابه ذلك. لذلك هذا كله تأكيد لممارسة النظام. يعني وعندما الشعب الجزائري قال لن نتوقف ويتنحى وقع، يعني هذه الكلمة هي خالدة وموثقة في مسيرة الحراك، أنه عارف لا شيء تغير، أنه النظام غير وجوهه لا أكثر ولا أقل. طيب نرحب الآن مشاهدينا الكرام بانضمام الدكتور يوسف بوشريم، المحلل السياسي والباحث الأكاديمي، معنا من الجزائر عبر الهاتف. دكتور يوسف، أولا كل عام وأنت بخير بمناسبة حلول العيد. ثانيا، ما هي أبرز الانطباعات التي وقفت عليها وأنت تقرأ وتشاهد عودة من كانوا سندا ودعما للرئيس المخلوع بوتفليقة للساحة السياسية من جديد، على أساس أنهم انتخبا لقيادة الحزبين المنضويين في إطار الموالاة للنظام الجديد؟ أولا مساء الخير أخي الكريم عثمان، مساء النور، مساء الخير لكل مشاهدي قناة هوراس تي في. شكرا لك. مساء الخير لضيفكم الكريم الأستاذ عبيد. صحيح، هو النظام نفسه، وأنا أتجه في اتجاه الأخ عبيد بأن النظام لم يتغير، وليس هناك أي نظام جديد، وليست هناك أي جزائر جديدة، هي نفس الجزائر القديمة بنفس الأوجه القديمة، حتى الأوجه ليست بجديدة على كل حال. لأن ولكن نطرح السؤال، كيف فعلا تجاوز هذين الحزبين قرارات المجلس الأعلى للأمن ووزارة الصحة؟ أيوة. وتم الترخيص لهما بإنشاء أو انعقاد التجمعات في ظل وباء كورونا. هذا سؤال مطروح، ومن رخص لهما ذلك؟ أيوة. في لماذا الاستعجال مثلا؟ نطرح السؤال، لماذا الاستعجال؟ نعم. ما هي الجهة التي فرضت هذين الشخصين بالذات؟ احنا معروف ولاءهما، هذين الشخصين معروف ولاءهما وتاريخهما الحافل بالتطبيل للنظام والتطبيل لبوتفليقة ثم التطبيل لتبون، وهما كانا مع تبون. هذا الأمين العام الجديد للأفلان كان مدير حملته الانتخابية مؤخرا، هذا الأمين العام لحزب الأرندي هو كذلك كان صنعه السيد تبون، بمعنى في التسعينات هو من وضعه في اللجنة المركزية للأرندي، وهو من أعاده اليوم على رأس الأرندي، وبالتالي ليس هناك بأي شيء جديد على كل حال. وهذه عبارة عن أجهزة من أجهزة السلطة تستعملها لقمع الشعب ولتمرير مخططاتها، لكن الملتفت الانتباه وهو بكل صراحة ضعف الشخصيتين من الناحية السياسية، دكتور يوسف، فعلا مؤشر قوي على أن السلطة في مأزق كبير وكبير جدا. طيب يا دكتور يوسف، قد يقول قائل كيف رغم ما حدث في الجزائر، رغم هذا المنعطف التاريخي المهم الذي أدخله الجزائريون في بلدهم منذ 22 فبراير اليوم تقريبا عام ونص، وهذان الحزبان لم يستوعبا بالضبط من الذي حدث، لا عبرة ولا عظة ولا درس مما مضى، وها هما من جديد
يخرجان أو يفرزان شخصين كانا سندين للرئيس بوتفليقة. هل يمكن أن نقول أن هذين الحزبين خارج إطار المشهد السياسي، لم يتخذ أي درس أو عبرة مما حدث في الجزائر؟ الآن ملايين الجزائريين يكفرون بعهد بوتفليقة وبرجالاته ومناهجه وبرامجه، ولكنهما أصرا على إخراج شخصيات تدين بالولاء لبوتفليقة من جديد. اللوم لا يقع على الحزبين أو على الأمينين العامين لهذين الحزبين، اللوم يقع على السلطة التي تراقب الوضع، لأن هذين الحزبين هما حزبين انقلابيين منذ زمان، والشعب الجزائري منذ 22 فبراير قال لا أفلان ولا أرندي. معروفين هذان الحزبان، حتى بوتفليقة وما أدرك ما مكر السياسي لبوتفليقة أكثر من مكر تبون، ولم يستطع إزاحتهما لأنهما ببساطة حزبين جهازين تستعملهما السلطة. هذه لا يجب أن نعلم أن هذين الحزبين موجودين في 1541 بلدية في تراب الجمهورية، وبالتالي كل هذه المكاتب وكل هذه الترسانة من المناضلين هو مخزان كبير إداريا للسلطة. لا يمكن لتبون يستمر في حكمه أو يتسلط على الشعب الجزائري أو يفرض منطقه على الجزائري إلا من خلال هذين الحزبين، ولو أن الشعب الجزائري نبذهما. لكن هذه السلطة لا تنظر إلى الشعب الجزائري كيف يفكر وماذا يريد ولماذا خرج يوم 22 فبراير، ولكن هذه السلطة تنظر إلى مصلحتها وكيف تربح الوقت وتربح الزمن وكيف تفوت الفرصة على الشعب الجزائري. أما هذين الحزبين فهما معروفين، الأفلان هذا الذي تم تأسيسه سنة 1963 في قاعة سينما الماجستيك على ما أذكر، قاعة سينما الأطلس حاليا، كان تحت قيادة الأركان بقيادة هواري بومدير ذلك الوقت، وبالتالي معروف هذا الحزب، يعني استولى حزب جبهة التحرير الوطني على جبهة التحرير الوطني التي أسسها الثوريون. وكان آنذاك، والسؤال مطروح هنا، يجب أن نطرح سؤال: كيف تحول المؤسسين لجبهة التحرير الوطني من على مثل أي تحمد وبوضياف وغيرهم إلى المعارضة مباشرة بعد الاستقلال؟ في سنة 1963 تم خلق الأفافاس، تأسس الأفافاس، وبعده مباشرة حكم بالإعدام على أي تحمد وهرب من الجزائر في سنة 1964. نفس الشيء بالنسبة لمحمد بوضياف الذي حكم عليه بالإعدام كذلك. كذلك محمد خيضر وهو تنفذ فيه الإعدام حقيقة في إسبانيا. وبالتالي كان هذا الحزب طيب استولى على جبهة التحرير الوطني للتسلط على الشعب الجزائري باسم الشرعية الثورية، وبالتالي كل من يعارض هذا الحزب فهو خائن للوطن وخائن للثورة الجزائرية. وكان اختيار هذا الاسم بالذات زورا وبهتانا وسطوا وسرقة وانقلابا على شرعية الشعب الجزائري منذ طيب دكتور يوسف. وبالتالي إلى يومنا هذا لم يتغير النظام ولن يتغير ما دام هناك هؤلاء الأشخاص وهذه العقليات والجهازين هذين الجهازين. طيب يا دكتور يوسف، ماذا عن عبد المجيد تبون؟ ألا ترى بأنه يكرر أخطاء سلفه عبد العزيز بوتفليقة حتى وقع في المحظور، حتى أطاحه الشعب الجزائري، ملايين من الجزائريين في الشارع وأرغموه على الرحيل؟ يبدو أنه انقطع. سأحول السؤال لضيفي الكريم عبر سكايب، الأستاذ حبيب عشي. ماذا عن عبد المجيد تبون أستاذ حبيب؟ ألا يمكن أن نقول بأنه لم يأخذ الدرس والعظة والعبرة من سلفه عبد العزيز بوتفليقة حين اعتمد على الموالاة؟ عمار بن يونس، أحمد ويحيى، جماعة الأفلان وغيرهم، ولكن فيما بعد انتهى به المطاف إلى مزبلة التاريخ بين قوسين. كيف يتبون يقع في نفس المطب، يعتمد على هذه الأحزاب الموالاة ولكن بأوجه نصف أو درجة ثانية، سيكند هاند كما يقولوا بالإنجليزي، لأن القادة كلهم راهم في السجن الآن، كلهم في السجن، غالبيتهم في السجن، على رندي، على عمار غول، على ويحيى، على سلال، كلهم في السجون. إذن لجأوا إلى الدرجة الثانية اللي فيها هؤلاء الأشخاص اللي هم الآن يتصدرون الموقف.
للمرة الثانية أتحفظ على كلمة لماذا لا يستفيد، لأنه متى يكون هذا الطرح صحيح، متى يكون هذا التوافق صحيح، نقول لماذا الحزبين الأفنان والأناندي لا يستفيدان، ولماذا السيد عبد المجيد تبون لا يستفيد من المرحلة. لا يا أستاذ عثمان، هو نفس النظام، نفس النظام، لا يوجد نظام ثاني أو جديد نشأ بعد 22 فبري أو بعد 12/12. إذن هو يوجد. كان يكذب على الناس حبيب، إذن هو كان يكذب على الجزائريين لما أطلع عليهم موجود التسجيل يقول أبشركم بمرحلة جديدة، جزائر جديدة، ونحن لابد أن نأخذ العبرة والعظة مما مضى، وما قضى قد انقضى وانتهى. هكذا كان يخطف الجزائريين، هذا مش العام الماضي، من شهور فقط. هل معنى ذلك بتكراره بإصداره للضوء الأخضر لأحزاب الموالاة بإظهاره للأشخاص، هل هو يكرر ما جرى لبوتفليقة حتى يقع في نفس المأزق؟ هو النظام كلفه بهذه المهمة، هو ليس من ذلك الشخص أو ذلك الرئيس الذي انتخبه الشعب في انتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة حتى ننتقده بهذه الطريقة، نقول له يا فلان يا سيد عبد المجيد تبون لماذا ترتكب نفس الأخطاء. لا، هي نفس المنظومة فقط بمهام أخرى، فقط هي نفس المنظومة، نفس الفكر، نفس العقلية. لأنه لو نقول لا إنها شخصية أخرى وجديدة ونظام آخر، لذلك أنك سوف نرى تصرفات أخرى. أنت طرحت من قبل على الدكتور يوسف سؤال مهم، قلت لماذا هذه الأحزاب ألا تتعظ ما وقع؟ لا، هي ليس الأحزاب بالمفهوم الكلاسيكي أو بالمفهوم العلمي، حزب سياسي فشل سياسيا وثار ضده الشعب يقوم، مفروض أنه يقوم لو كانوا يحترموا أنفسهم الأرندي والأفلان. المفروض لا يعقدون في هذه الظروف الجائحة، عفوا الجائحية، مؤتمر المفروض يجلسوا بينهم وبين أنفسهم ويقومون بتقييم شامل للمرحلة، فيما أخطأنا، ما هي إيجابياتنا، ما هي سلبياتنا، وبعد ذلك نقرر. لكن أنهم هم يتلقون الأوامر من جهات أخرى خارج أحزابهم، خرجوا بهذه الأوامر واختاروا شخصا اسمه زيد أو اسمه عمر لهك، ونفس الحال ينطبق على السيد عبد المجيد تبون. لو كان شخص حرا في نفسه وسيد قراراته أنه يستفيد من ما سبق، مما جرى لسلفه أو ما وقع لرئيسه، هو لم يستفيد شيئا لأنه ليس حرا في نفسه، لا يتخذ قراراته مسنودة على شرعيته الحقيقية. طيب، إذن هو يكرر المكرر. دكتور يوسف، أعود ليك، حدث الانقطاع ولكن لا بأس أن أذكرك بأنه كأنه محمد سعيد كان يستمع إليك وها هو يرد عليك الآن. محمد سعيد هذا اللي هو ناطق باسم رئاسة الجمهورية يقول لا، أنتم تخطئون، الرئيس عبد المجيد تبون لا علاقة له بهذه الأحزاب المعتمدة ولا غير المعتمدة، ولقد استقال من جبهة التحرير الوطني قبل أن يودع ملف ترشيحه للرئاسة، ولذلك صار رئيسا على الجزائريين. فيقول وهو مكتوب أمامي الخبر الآن إن رئيس الجمهورية هو رئيس كل الجزائريين، وتبعا لذلك لا علاقة تنظيمية له بأي حزب سياسي معتمد، ولذلك فإن الرئيس جمد عضويته في اللجنة المركزية لحزب التحرير ولم يترشح كما هو معلوم باسم هذا الحزب. ما رأيك فيما ورد على لسان محندوس؟ هي بطبيعة الحال ولا رئيس جمهورية منذ استقلال الجزائر كان خارج الأفلة. أعطيني رئيس واحد كان خارج الأفلة، أبدا لم يكن ولا رئيس جزائري عين، وأنا لا أعتبر أي رئيس من الرؤساء تم انتخابهم بالطريقة الصحيحة في الجزائر وكلهم تم تعيينهم، وبالتالي كل هؤلاء الرؤساء كانوا من الأفلة. إذا كان هذا السيد تبون كان في الأفلة البارحة واستقال اليوم، هذا لا يعنيني أنا شخصيا، ولكنه تربى في الأفلة. حتى السيد جراد كان في الأفلة وتربى في الأفلة ويملك عقلية الأفلة، وبالتالي لا يمكننا أن نقول أنه خارج الأفلة، وليس هذا الذي يعنينا في الحقيقة. أنه كان في الأفلة أو ليس في الأفلة، المطلوب في الجزائر اليوم هو الشرعية. الشعب الجزائري خرج يوم 22 فبراير ليقول لا للاستمرار، يجب أن نختار نحن الرئيس الذي يحكمنا، انتهى، نقطع إلى السطر. أما أن تأتي بأي رئيس مهما كان انتمائه حتى ولو كان ينتمي إلى أي حزب كان فليس مرغوب فيه. نحن نبحث عن الشرعية لأن الجزائر تبنى بالشرعية والاقتصاد يبنى بالشرعية، لا يمكننا أن نبني جزائر الغد في غياب الشعب. اليوم الشعب غائب تماما،
وبالتالي لا يمكنه أن يشارك في بناء الجزائر. من هذا الذي سيبني الجزائر؟ يبنيها حزب جبهة التحرير الوطني؟ لا يمكنه أن يبني الجزائر، لأنه حاول منذ 1962 إلى يوم هذا ولم يفلح. يبنيها الأرندي؟ لا يمكن للأرندي أن يبنيها، وهو الحزب الذي نشأ بشلغمه كما يسمونه، نشأ في سنة وربح الانتخابات في نفس السنة. إذن المسألة مسألة شرعية، لا وجود للشرعية في الجزائر، ولا وجود للشرعية. ولا يقول لنا أن السيد تبون رئيس للجزائريين، نقول له أن السيد تبون رئيس لمن انتخبوه ولمن أعيده. طيب يا دكتور يوسف، أما الشعب الجزائري فله كلام آخر. طيب يا دكتور يوسف، كيف ترد على الذين يقولون بأن عبد المجيد تبون يعبد الطريق من الآن، لأنه هو وعد بطريقة غير مباشرة بأن الجزائر ستشهد انتخابات تشريعية محلية مينيسيبال في الأوقات المناسبة بعد ما يعملوا الدستور ويرسموه بعد أن يستفتي الشعب عليه، راح يمشي الانتخابات التشريعية. إذا ما اعتمدش على الأفلان ولا رندي وحزب عمارة بن يونس وعمار غول وإسلافه الآن، راح يخسر الانتخابات طبعا إذا كانت انتخابات نظيفة ونزيهة. وبالتالي هو عليه أن يسبق هذه الأحداث، عليه أن يجد من يحالفه في هذا المشهد السياسي، حتى ولو اعتمد على القطاع الغيار القديم، أقصد هنا بعجي وطيب زيتوني وغيره اللي هم في الدرجة الثانية، بعد هؤلاء اللي هم الآن عجت بهم السجون. هل تؤيد هؤلاء الذين قالوا هذا الطرح أن عبد المجيد تبون الآن يبحث عن من يحالفه، عن من يساعده في تعبيد الطريق نحو هذه المرحلة الجديدة؟ لا يمكن أن يعتمد على أحزاب تعارضه. بالفعل هو كذلك، بالفعل هو كذلك. كيف للسيد تبون أن يسمح في حزبين الأفلان الموجود في 1541 البلدية وكذلك الأرندي؟ كيف للسيد تبون أن يسمح لأغلبية برلمانية لتمرر جميع مخططاته وجميع المشاريع؟ لا يمكن أن ننسى بأن الأفلان والأرندي يملكان مجتمعان حوالي 276 نائب في البرلمان، وبالتالي لديهم الأغلبية الساحقة. فحيثما أي قانون يحب يمر وأي استراتيجية وأي مشروع يحب يمر سيمر أكيد، وبالتالي لا يمكنه أن يسمح بهؤلاء الحزبين. علاوة على ذلك أن الحزب الأفلان هو من رباه بكل صراحة، فلا يمكنه أن يدير له ظهره اليوم. وبالتالي الأفلان والأرندي هم أجهزة، يجب أن نركز على كلمة أجهزة. هي أجهزة في يد السلطة تحتاجها ما تتشاء. لا يمكن للنظام الحالي أن يخرج عن هذين الحزبين أبدا، وإذا خرج عليهما فانتهى هذا النظام. النظام سينتهي بانتهاء الحزبين، وأنا أقولها بكل صراحة. الركائز الأساسية للنظام القائم هما الأفلان والأرندي، لا ثالث لهما. وبالتالي كل الأحزاب الأخرى فقط تحتاجها السلطة لتمرير بعض الأشياء أو تبادل الأدوار فيما بينها وتغيرها كما تشاء. أما هذين الحزبين فهما الركيزتين الأساسيتين للنظام الحالي، وكما قال الشعب يوم 22 فبراير يجب أن يحل هذين الحزبين، فلم يخطئ الشعب. وبالتالي لا بد من حل هذين الحزبين إن أردنا بجزائر جديدة. ما دام هذين الحزبين ما زال يسيطران على الساحة السياسية في الجزائر، فلا أمل في تغيير قادم في الجزائر. طيب خليك مع دكتور السعودي. ليك يا أستاذ حبيب، ما رأيك؟ هناك من يقول مسألة السلطة الفعلية هذه لم تتغير منذ 57 عاما، هذه هي المنظومة دوما. المنظومة الفعلية الرئيسية هي قيادة الجيش، وهي تضع أشخاصا في شكل مدنيين هم يقودون المرحلة، ولكن الذي يسير دواليب الحكم مؤسسات وغيره هم الجيش. لماذا أنتم تستغربون هذا؟ لماذا أنتم تستغربون وكأنكم تفاجؤون بما تقوم به السلطة اليوم من ممارسات؟ هذا من جانب. الشق الثاني من السؤال يقولون ماذا عنكم أنتم؟ أنتم اللي تقولوا احنا معارضين، واحنا ما لا نريد هذا النظام ونريد بديلا ونريد دولة الحق والعدل والقانون. ماذا قمتم؟ بماذا قمتم أنتم الأيام الأخيرة؟ فقدتم اكتفيتم بإصدار الأحزاب، بإصدار البيانات، الحديث هنا عن الأحزاب. ماذا فعلتم أنتم؟ على الأقل هذو مجموعة الموالاة دو نظموا في صفوفهم يلتقون هكذا وهم محسوبين على النظام. طيب ماذا عن الجانب الآخر اللي هو معارض للسلطة؟ هل تراهم موجودين الآن في الشارع؟ لا. هل تراهم التقوا؟ لا. هل عقدوا ندوة؟ لا. هل أصدروا بيانا؟ لا. الصوت رجان. ما نشرح نتفقوا في المصطلحات عندما نقول أحزاب الموالاة وأحزاب المعارضة. أنا لا أعترف بهذا المصطلح أنه يوجد حزب
عنده الاغلبيه وحزب معارضه لا في الجزائر هي ادوات ليس بالضروره ليس بالضروره احزاب. اتكلم عن سياسيين، عن شخصيات تاريخيه حقوقيه، شخصيات مستقله. خلينا من الاحزاب، خلينا نتكلموا على الناس اللي هم ضد السلطه اليوم. وينهم الان في المشهد؟ قول لي واحد منهم الان في هذه الظروف. في هذه الظروف لانه ممكن، انا دائما قلتها ما في قناه في قناتكم الكريمه، انه الكوفيد او الكورونا هذه هديه نزلت من السماء للنظام، لذلك اغلبيه الناس لا تجد الفرصه او الضاله حتى تعبر، تكتفي ما عدا بمجرد البيانات او الكلام او الاطروحات الخفيفه، لكن واقعيا وعمليا في الميدان لا نجدها، لانه هذه القيود أو القيود الإجرائية الصحية هي التي قيدت العمل، ولذلك النظام أنه في سباق ضد السرعة حتى يؤسس ويؤهل أذرعته التي تخلفت أو التي سقطت نتيجة الحراك أو التي أسقطها الحراك. كل أذر كما ذكرت حضرتك وقلت للعديد من إطارات الحزبين في السجون، لذلك النظام يريد أن يجدد أذرعته، تحضير نفسه لبعد ما بعد الجائحة، هو يريد أن يهيئ نفسه وأذرعته حتى بعد الجائحة يوجه صوبه وأذرعته وهجومه ما عدا الحراك. هو بعد أن ينصب أذرعته وأجهزته وأدواته وكل فنونه كما كالمعتاد يذهب في هذا الاتجاه. أيضا أردت أن أعلق على نقطة قلتها مهمة، الناطق الرسمي للرئاسة يقول السيد عبد المجيد تبون لا ينتمي للأفلان. أنا أطرح سؤال فقط، كل هذه المراسيم التي سبق وذكرتها في بداية مداخلتي تم مخالفتها، من هو الحزب أو من هي المنظمة التي عندها هذه القوة تستطيع في عز كورونا أن تعقد اجتماع ومؤتمر استثنائي وتختار أمين عام بالتزكية لولا لم تكن موافقة عبد المجيد تبون ونظامه على هذا المؤتمر؟ هذا مجرد تلاعب بالمصطلحات، هذا مجرد هيام يرسمه الشعب الجزائري، وكان عبد المجيد تبون لا ينتمي هذا الحزب ولا يعرف هذا الحزب ورئيس لكل الجزائريين. لو كان يؤمن بهذه الفكرة أنه رئيس لكل الجزائريين لاستقال من يوم 13 ديسمبر بعد أن علم نسبته وعدد الأشخاص الذين انتقبه وعدد الأشخاص الذين آمنوا به والذي أعطاه صوته، في حين أن أغلبية الشعب الجزائري كان معارض له في الشارع يوم انتخابه. ماذا عن الشق الثاني من السؤال لم تجب عنه بعد؟ المعارضة بدأت الآن تشكل في نفسها، يعني أنا أقصد أنا المعارضة النظام الموجودين لا أتكلم عليهم ولا يهمني، لكن إن كنت تقصد بسؤالك الحراك بدأ مطلبه واضح ودقيق، واضح ودقيق، ما عندوش ألف سؤال ولا ألف أطروحات. قال هذا النظام عليه أن يذهب وعليه أن يسلم السلطة للشعب طبقا للمادة 7، كلام واضح ما فيش فلسفة، لا يتطلب وضوح أكثر من هذا. الآن كيف، ما هي الأدوات؟ أن النظام استغل جائحة كورونا ويريد التقييد والسلب عليه، لكن اطمئن أستاذ عثمان أنه بعد نهاية الجائحة الحراك راح يعود بحلة جديدة، كما أن النظام يحاول تجديد نفسه، الحراك سوف يعود بطريقة أخرى وأقوى وبأطروحات أخرى. أعتقد أنه لا يمكن أن نقرن الحراك بهؤلاء المسؤولين، هؤلاء السياسيين، لأن الحراك الشعبي السلمي رفض هذه الطبقة السياسية وكفر بها وقال هؤلاء لا يمثلوننا. صحيح اللي حب يجيت أهلا وسهلا، الباب مفتوح، ولكن لا يمثلوننا. أنا فقط أتكلم من باب أن المسؤولين دوما، هؤلاء المسؤولين السياسيين دائما يكررون أن النظام لا يسمح لنا باللقاء، لا يسمح لنا بتنظيم ندوة أو بعقد مؤتمر. يعني لو اتبعنا هذا المنطق، الجماعة 22 التاريخيون اللي داروا الثورة التحريرية كانوا يقولوا لا احنا ثاني الاستعمار أمامنا، ما نقدروش، بطش الاستعمار سيمنعنا من عقد لقاء لتفجير الثورة. نمشي بهذا المنطق؟ أين هم المسؤولون اليوم؟ السياسيون، التاريخيون، الحقوقيون، الناشطون، هذو من لازم يخوضوا بمبادرة. هكذا يقولوا، أنتم دوما تعيبون في النظام أنه كذا ومستبد وكذا. طيب هؤلاء تحركوا ووصلوا حتى إلى درجة ثانية من هؤلاء الأشخاص، ماذا عن هؤلاء المعارضين؟ هذا هو سؤالي، ليس فقط الحراك، الحراك مستقل عن هؤلاء، سيعود مثل ما قال الكثيرون في الوقت المناسب. أنا أتكلم عن من يقول نحن نعارض هذا النظام، من سياسيين ونخبويين وشخصية تاريخية وغيرها وغيرها، هذا هو السؤال.
هو يوجد أشخاص ناشطين وظاهرين للعلن، لكن النظام هم النظام لا يترك لهم المجال. كيف يستطيع أي شخصية سواء كانت تاريخية أو سياسية ظاهرة وعلنة وعندها قبول في الشارع الجزائري؟ النظام لا يسمح لها بأي مبادرة، لا يسمح. نحن شفنا مؤخرا شخص في التلفزة العمومية استدعوه على أساس أنه يناقش مسودة الدستور من جانب الإعلام، الصحفية قطعته 5 أو 6 مرات وقريب تقطع الحصة وما تخليش يكلم كلامه. ما بالك أنه النظام يسمح لأي شخصية معارضة عندها بروز تطرح أفكارها وتناقش وتناضل وتجادل؟ هذا من وهذا هو الذي يناضل عليه الشعب الجزائري. النظام لا يسمح لكل أطروحات سواء كانت شخصية سياسية حقوقية تاريخية عندها قبول في الشعب الجزائري لا يطبعه. عليك أن تكون مطبل وملتحق بالنظام وتقول أنا عم لكل ما يقوله النظام. هنا تصبح أنك وطني وثوري وتصبح كل شيء. بمجرد أنك تطرح أطروحة مغايرة النظام لا يسمح لك ويقمعك بكل الأساليب. إن لم يقمعك بسلب الحرية يقمعك بالتعتيم الإعلامي ويرد لك إلى الفرصة لبلورة أفكارك أمام الناس. لذلك لا نرى أن هذه الأطروحات خجولة أو لا تظهر، لأن النظام لا يسمح لها للبروز أو توضيح أفكارها للشعب الجزائري. هذا هو السبب اللي خلى هذه الشخصيات لا تظهر ولا تستطيع أن تعبر عن أفكارها بكل مجال حرية. اخترنا عينة من المجتمع المدني من الناشطين والحقوقيين، نسعد بلقائهم وحضورهم معنا في النقاش اليوم. نبدأ برؤوف منلال. رؤوف منلال لمن لا يعرف رئيس الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة معنا من الجزائر عبر الهاتف. رؤوف، ما رأيك في هذه الواجهة الجديدة؟ بالنسبة لكثيرين جديدة وبالنسبة لآخرين هي قديمة، أقصد هنا الواجهة في الأفلان وواجهة الـR&D. هل فعلا هي لبنة أو بلاتفورم لمرحلة جديدة اسمها جزائر جديدة كما قال تبون؟ مساء الخير، السلام عليكم أخي عثمان. مرحبا. مساء الخير على كل الشعب الجزائري. يعني ما أستهل به حديثي حول الواجهة الجديدة القديمة هي المقولة الشهيرة لمعين العسكر عبد المجيد تبون، التي قالها سنة 2016 على ما أعتقد، 2017. قال: أقسم بالله طبق برنامج الرئيس، سأكمل برنامج فخامة الرئيس. وبالفعل ما نراه الآن هو استكمال لبرنامج فخامة الرئيس بوتفليقة المعزول من طرف العسكر، والذي كان هو واجهة للنظام العسكري، ونعلم الآن بأنه كان واجهة لنظام عسكري فاسد. وتبون يستكمل هذا البرنامج للنظام العسكري الفاسد من جديد. احنا الشيء الواضح والظاهر من الحراك الشعبي اللي خرجنا من يوم 22 فبراير، واحنا نصدح باصواتنا لفلان ديغاج، R&D ديغاج. لم نقل يوما اسجنوا ويحيى ولا رئيس ولا امين عام الافلان وامين عام الأرندي. احنا قلنا هذه الأجهزة هي أجهزة غونغريني، يعني فاسدة من طعطع لسلام عليكم، من القاعدة، من أبسط منظم إلى 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 القيادة. هي هياكل تعتبر الآن مجموعة ذبابية تقوم بالبروباغندا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي. إذن ما يطالب به الحراك هو أولا إحالة حزب جبهة التحرير إلى متحف المجاهد، وهو مطلب قديم للشباب المناضل، وحل يعني حزب الأرندي الذي هو حزب عسكري بامتياز تم تصنيعه في مخابر المخابرات سنة 1997 وخرج كبير، يعني ولد كبيرا مش لاغمو، ولم يولد صغير مثل كل الأحزاب وكابر يعني بالطريقه العاديه، يعني بالفكر السياسي المعروف، يعني يعني الامر غريب. ايضا من اغرب يعني من الامور الغريبه، الـR&D على راسه الان طيب زيتون. من هو طيب زيتون؟ مدير الحمله الانتخابيه لعبد العزيز بوتفليقه سنه 2014 في وهران. يعني امر مهزله. بقايا بوتفليقه لا تزال لحد الان تحكم، وهي الميكانيزمات الجديدة للحكم، وهي
المطبق أو المنفذ للأجندة الجديدة العسكرية التي يريد تطبيقها على الشعب. يعني وأيضا وزير هذا وزير منذ عهد بوتفليقة، يعني من سنة على ما أعتقد من سنة 2014، يعني بعد ما كان مدير حملة في سنة 2014 وهو وزير للمجاهدين إلى غاية اليوم. هل سيأتي الدور أيضا على الجمعيات والهيئات والمؤسسات المنضوية في المجتمع المدني على غرار الاتحاد العام للعمال الجزائريين اللي هو منذ سنوات وهو منضوي مع الرئيس بوتفليقة؟ هل هو أيضا سيشهد نفس الدور للأفلان ولارندي في هذه المرحلة؟ شوف، كل الأجهزة التي نعرفها سواء من تنظيمات طلابية والتي الآن نراها، يعني كلها تصبح وكلها تسبح وتكبر بحمد برنامج فقامة الرئيس تحم هذا تبون. المنظمات الطلابية لا تزال لحد الآن تقوم بالعمل الذي كانت تقوم به قبل يعني الحركة 22 فبراير، أين كانت تسبح وتدعم العهدة الخامسة. نفس أحزاب السلطة لا تزال لحد الآن ترانح مكانها، يعني الأفلان والأرندي، يعني الأفلان أول ديكلاراسيون عملوها، أول تصريح صحفي داروه، نحن ندعم برنامج رئيس الجمهورية، يعني نفس الخطاب السياسي الركيك الرديء الذي كنا نسمعه طيلة 20 سنة في ظل حكم بوتفليقة لا يزال لحد الآن. يعني النقابات لا تزال في نفس يعني في نفس الطرح في وقت بوتفليقة، يعني لوجيتيال لا ننتظر منها أي جديد بخصوص العمال ولا من أجل يعني الرفع من القدرة المعيشية للعمال، بما أنه تم المجيء بهذا الأمين العام عن طريق انتخابات سورية مثل الانتخابات التي قاموا بها الآن في الأفلان والأرنبي لاباتشا، يعني بنفس الطريقة استثنائي ذموا له 20 أو 30 عضو وانتخبوه برفع الأيدي وقال كذا هو الأمين العام لليوجيتيا دون الرجوع للقواعد الحقيقية والمناضلين الحقيقيين داخل 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 يعني داخل فروع النقابية. وبالتالي نحن الآن أمام النظام القديم يريد أن يقنع الرأي العام بأنه يتجدد أو أنه نظام جديد، وهو نظام قديم لم يتغير حتى في الواجهة، يعني حتى الواجهة لم يستطيعوا المجيء حتى بوجوه جديدة من النظام حتى نقتنع حتى يعني الناس هذوك يعني بسطاء الفكر أو الذين لا يعني يقتنعوا بأي كلام تردد السلطة يقتنعوا به، يعني زادوا جابوا لهم زيتوني. يعني الآن لم أصبحت حجة على كل إنسان يقول بأنه خليه يخدم على تبون، يقول خليه يخدم بأنه واش خليه يخدم، الراجل راهو قاعد يجيب في بوتفليقة، يعني نظام بوتفليقة راهو يعود ويعود بقوة. كل أذرع وكل الأذرع التي كانت تعمل من أجل بقاء بوتفليقة في الحكم في عهد الخامسة هي الآن من تحكم الجزائر. بعد المصادقة على القانون المالية التكميلي لعام 2020 مجيد تبون خرج بخبر يدعو الجزائريين لرفع الإعلام على بيوتهم. ايش رايك انت في الحكايه هذه تاع العلم، رفع العلم رغم انه هو زاد في المواد الاوليه الوقود في القانون التكميلي هذا، ولكن بعد ان دعا الجزائريين الى الصبر في تهنئته بمناسبه العيد ها هو الان يطلب من الجزائريين رفع العلم عند على باب كل بيت. يتفكر الجزائريين في الحمله تاع بوتفليقه لحمل العالم كل ما في كل هذا استمرار، هو انه امر اصبح ظاهر بانه نفس الراي، يعني نفس المخططين او نفس من وضعوا الاجنده لنظام بوتفليقه وبقاء نظام بوتفليقه هم نفسهم من يخططون ومن يضعون الاجندات الان الحاليه، وهم نفسهم من يطرحوا نفس الافكار السابقه، يعني نفس 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 الرداء التي كنا نراها في عهد بوتفليقة لا يزال لحد الآن يطرحها ويتكلمها، يعني ودون حشمة، يعني يرفع علم في ظل يعني نرفع علم تاع الجزائر ونحن نفتخر برفع العلم الجزائري دون أن يردد ذلك تبون. ما جديدكم أنتم؟ قد يقول المشاهد ماذا عنكم أنتم؟ أنتم تنتقدون دوما السلطة، اليوم ماذا قدمتم أنتم؟ ما هو منهجكم؟ ما هو برنامجكم لرفض هذه السلطة؟ أم تنتظرون فقط الحراك لينطلق من جديد؟ ماذا فعلتم أنتم؟ هكذا يقول البعض. نعم، هذا أمر يعني يجب على كل أنا تعرفت في المعارضة، ولكن الآن أنا الأوان أن المعارضة ككل تتخندق وتتحد في كلمة واحدة، وأنها تضع بالفعل هذا ما يخصنا إحنا داخل الحراك، ما يخصنا هو مطالب سياسية
أو آليات أو ميكانيزمات للتغيير السلمي التي يقتنع بها كل الشعب الجزائري من أجل لما الآن الحراك أكيد سيرجع بعد الجائحة هذه وقريب جدا سيرجع الحراك وسيرجع بروح وبقوة أكبر من التي كان فيها عليها في 22 فبراير 2019. ولكن ما ننتظره من كل النخبة وليس مني فقط بطبيعة الحال أنه النخبة هذه تتحد أنها تضع المطالب أو خارطة الطريق أو الرؤية السياسية التي نذهب بها إلى الانتقال الديمقراطي السلمي بعد خروج الحراك، لأنه من غير المعقول أن الناس تخرج ولحد الآن المطالب غير واضحة ومبهمة بالفعل. هل هناك مبادرة؟ هل هناك مبادرة على نار هادئة بالنسبة لكم مع ثلة من النقابيين والحقوقيين في الجزائر الأيام الأخيرة بعد هذا الوباء تاع كورونا؟ شوف، هو في الحقيقة بالنسبة لنا احنا رانا نتحدث ونحاول أننا ننسق مع الصفحات داخل الفيسبوك. ما رأيناه بأنه من يؤثر بالفعل على الحراك ومن له مصداقية على المواطن البسيط هي الصفحات الفيسبوكية، هم المدونين، هم مجموعة مدونين، هم أشخاص خلف صفحات غير معروفين ولكنهم يعني يناضلون بشكل يعني بنزاهة ودون طمع في السلطة، وهذا ما لاحظناه نحن في الشخصيات السياسية، لأنه السياسيين معظمهم يطمعون في السلطة ولكن لا يطمعون في التحرر. الآن الأمل في صفحات يعني صفحات مواقع التواصل الاجتماعي سواء في تويتر أو إنستغرام أو فيسبوك، الأمل في المدونين في أنهم يتحدوا ويعني ويضعوا خطة موحدة من أجل على الأقل توجيه الحراك أو وضع مطالب ظاهرة واضحة وميكانيزمات ظاهرة واضحة. وأتمنى أنه قبل خروج الشعب تكون خرجت هذه المبادرة صفحات الحراك. وأيضا ما دائما احنا ندعو الجالية في الخارج، لأنه يا أخي عثمان الجالية في الخارج تتمتع في الحرية في التنقل، تتمتع في الحرية في التعبير، تتمتع في الحرية في يعني في النقاش في الديبا. نتمنى من على الأقل الجالية، احنا الناس في الداخل لم تستطع أنها تشكل قيادات للحراك، لأنك تعرف أن النظام يمنع من التنقل، يمنع من التجمع، يمنع من النقاش، يمنع من البروز في وسائل الإعلام، يمنع من يعني من 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 من, من فتح مجالات داخل الشوارع من أجل النقاش في الأزمة السياسية. كل الأماكن تستطيع نقوله باللي محاصرة بالبوليس السياسي، ولكن الجالية في الخارج راهي حرة وراهي تستطيع أنها تنسق مع بعضها على الأقل من أجل إخراج مبادرة أو نظرة للجالية في الخارج، والتي بالتأكيد ستدعم معنويا وفكريا الحراك الداخلي في الجزائر. وهو كذلك رؤوف، شكرا جزيلا لك. أحسنت رؤوف ملال، رئيس الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة، وأحسنت صنعا مثل ما يقولون لما تكلمت عن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، لأن هناك أيديا تسعى من أجل تهميشها، كأن الجزائريين الموجودين في الخارج ليسوا معنيين بما يجري في وطنهم، على خلاف للحراك الشعبي اللي يقول الوطن وطننا، البلاد بلادنا ونديروا راينا. ولذلك فهناك جهات مرتبطة بالسلطة لا تريد أن يتدخل الجزائريون اللي هم مقيمون في الخارج، هم في بريطانيا ولا فرنسا ولا كندا ولا أمريكا، بأن يتناولوا الشأن السياسي في الجزائر، كأن الأمر لا يعنيهم، بمجرد أنهم غادروا الوطن خلاص انتهى أمرهم. ولكن رؤوف الآن فعلا طرح هذه المسألة، هو عدم إقصاء الجالية الجزائرية، لأن السلطة تريد هؤلاء فقط أيام الانتخابات، ولكن حضورهم ضروري جدا اليوم، وإن لم يكن اليوم فمتى. دكتور يوسف، أعودك من جديد. هناك من يقول أن النظام كأنه يريد أن يبدو ذكيا نوعا ما عندما طرح المسودة تاع الدستور وأضاف لها منصب تاع نائب الرئيس، كذلك إمكانية خروج الجيش الجزائري لتأدية مهام ما في الخارج، كأنه بهذا المادة يريد أن يدغدغ بها عواطف الدول الأخرى، بأن الجزائر الآن ليست كجزائر السابق، أنتم لما تريدوننا فنحن موجودون. هذا هي الرسالة التي يريدها عبد المجيد تبون للسلطات الأخرى. هل معنى هذا أو هذه النصوص الواردة في هذه المسودة أيضا تدخل في إطار المرحلة الجديدة، الجزائر الجديدة، خلافا لعهد بوتفليقة أم ماذا؟
هي دعنا أن نتفق بأن ليست هناك أي مرحلة جديدة في الجزائر، وليست هناك ما بعد بوتفليقة مدام النظام هو هم يحاولون أن يسيروا مرحلة ما بعد بوتفليقة بنفس النظام وليس العكس، وبالتالي كل ما وجدوه في هذه المسودة هي محاولة لتضليل الشعب داخليا، ولا يهمهم القوى الخارجية، لأن القوى الخارجية غير مهتمة في الوقت الحالي بأمورها الخارجية، خاصة في ظل وباء كورونا. فكل بلد مهتم بحاله، خاصة في الصراعات الثنائية بين أمريكا والصين، فالكل تخندق خارجيا، كل تخندق في هذا الصراع، ويحاول أن يجد لنفسه مكانا في جهة ما. وبالتالي السلطة كانت محاولة منها فقط لتضليل فئة من الشعب التي بين قوسين انتخبت عليها أو التي تثق فيها أو المجموعات التي ما زالت تناصر هذه السلطة، لكن هذا يمكن أن نقسمهم إلى ثلاث يعني أقسام. أيوة. لأن النظام المستبد دوما يسعى إلى تكوين جدار للحماية ويتكون منهم بالذات، فالجدار يتكون من ثلاث مراحل. الجدار الأول هو عبارة عن عبدة المال، ثم عبدة الجاه، وعبدة البطون. كل هؤلاء الأشخاص الذين تكونهم السلطة الاستبداد تستعملهم في وقت الحاجة وتدغدغهم بالإغراءات، وبالتالي محاولة لإغراء هؤلاء للتخندق معها ومحاولة للتفوق على الشعب، لكن الشعب قال كلمته يوم 22 فبراير ولن يتراجع إلا بعد قيام دولة العدل والقانون ودولة المؤسسات. هذه هي. وفيما يخص، حبيت ندخل فيما يخص العمل السياسي داخل الجزائر. حاليا العمل السياسي داخل الجزائر تقريبا مستحيل، لأن العمل يجب تنظيم، والداخلية في يد السلطة، الأمن كذلك في يد السلطة، القاعات في يد السلطة، الترخيصات في يد السلطة، وبالتالي لا يمكن القيام بأي عمل منظم، بل لا يمكن التنظيم إطلاقا. ونحن نرى بأن أي رأي مخالف للسلطة يتم استدعاؤه من طرف قوات الأمن ويزج به في السجون، وبالتالي لا يمكن القيام بالعمل السياسي. وأنا أذهب في نفس اتجاه الآخر، أو على الجالية الجزائرية خارج الوطن، نعم، أن تنظم نفسها في هذا الوقت بالذات في انتظار عودة الشعب الجزائري إلى مكانه الطبيعي وهو الشارع، في محاولة لبناء الجزائر الجديدة. يجب إذا كان أي تنظيم، هناك أي تنظيم، يجب أن يكون من خارج الوطن وليس من داخلها، لأن العمل السياسي أصلا غير ممكن داخل الجزائر، ومعارضة السلطة غير ممكن في الجزائر. الكلمات، ولكن لا يمكنك تنظيم تجمعات ولا أي شيء من هذا القبيل. شكرا جزيلا لك دكتور يوسف بوشتريم، المحلل السياسي والباحث الأكاديمي، كنت معنا من الجزائر عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك مرة أخرى. نبقى في الجزائر، هذه المرة مع الأستاذة مريم منيرة شاوي، المحامية والناشطة الحقوقية. من زمان ما جاتش معنا، نرحب بها ونقول لها كل عام وأنت بخير بمناسبة حلول عيد الفطر. السلام عليكم أخي عثمان. السلام على الشعب الجزائري برمته في داخل الجزائر وفي خارج الجزائر، وإلى الأمة الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. مرحبا بك مرة أخرى أستاذة مريم. أي مستقبل للمشهد السياسي والحقوقي بعد انقشاع هذا الوباء، وباء كورونا، وتراجع الإصابات في الجزائر، بإعطاء فرص لمن كانوا سندا لعهد بوتفليقة؟ كما راك تشوفي اليوم الواجهة تاع الأفلان تبدلت، والواجهة تاع جبهة تحرير الأرندي أيضا تغيرت، ولكنها أتت بعناصر كانوا سندا لبوتفليقة. هل هؤلاء، هل هالخطوة تقنع الجزائريين بأنه في تغيير نحو مرحلة جديدة سماها عبد المجيد تبون بالجزائر الجديدة؟ والله يا أخ عثمان، أنا ما نشوفش باللي كاين تغيير ملحوظ في المشهد السياسي، بالعكس فيه تراجع. يعني بعد ما مشينا في الحراك 22 نوفمبر كنا نأمل أن يتغير الوضع ويكون هناك انفتاح على الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، لكن للأسف بعد الانتخابات وبعد المرحلة هذه اللي جاء فيها الوباء، الشيء اللي نلاحظوه أنه هناك قشور جديد أو
طفو جديد لأشخاص كانوا هم السند لبوتفليقة. يعني الطموح تاع الشعب الجزائري حتى الناس اللي كانت معارضة الانتخابات وسكتت على مضض، أنا نقول على مضض، في أمل أن يكون هناك تغيير في المشهد السياسي من قبل الرئيس الجديد للجزائر، لكن للأسف ما كانش عودة لا فلان الأرندي إلى الواجهة، مع أن هناك مطالب أساسية من الشعب ومن الحراك خاصة اللي خرج يطالب بالتغيير المشهد السياسي. نشوفوا أنه هي نفس الوجوه الماضية والقديمة هي نفس الوجوه الجديدة، وبالتالي أنا نشوف باللي الواقع والمشهد السياسي ما زال معتم، ما زال الشعب يعني عاني، لا أقول ما نشوفش باللي كاين أمل في المستقبل. هذا الشيء اللي تقوم به النظام الحالي أنا ما نشوفش فيه تغيير، وما نشوفش فيه أمل، وما نشوفش فيه تجاوب مع القاعدة الشعبية باش يكون هناك تغيير نحو الأفضل، باش يكون هناك تكريس لدولة القانون والحريات الفردية للمواطنين. طيب ماذا عن مستقبل المجال الحقوقي؟ مجال الحريات الأساسية وعلى رأس حرية التعبير والصحافة، كيف ترين هذا الأمر أو هذا المجال مع تزايد أعداد الشباب المعتقلين بحجة أنهم يسيئون للبلد، يهددون أمنه واستقراره، ويضرون بسمعة الجيش وما ذلك من التهم المعروفة؟ والله المشكلة الشعب الجزائري ما هوش مع المؤسسة العسكرية، لأنه هناك التفاف حول المؤسسة العسكرية، ما كانش مواطن جزائري باش يخرج ضد المؤسسة العسكرية، لأنه يعرف أن المجال تاع المؤسسة العسكرية هو الدفاع على التراب الجزائري وحمايته، حمايته هو نفسه شخصيا وممتلكاته. المشكل هناك مع النظام أنه يحاول يقمع الأفراد باش ما يعبروش، باش ما يعرضوش، لأنه المعارضة الحقيقية الحالية نقدر نعتمد عليها في تغيير المشهد السياسي هو الشارع الجزائري، هو الحراك. كان من المفروض أن كنا ننتظر أنه الرئيس عبد المجيد تبوني يفتح المجال للأفراد باش يعبروا عن آرائهم، باش يساهموا في تغيير الواقع الجزائري، لكن للأسف الشيء اللي لاحظناه هناك توقيف للعناصر الناشطة، خاصة التركيز على العناصر الناشطة في الحراك اللي عندها دور فعال لتظهر كل أسبوع للطالب بتغيير الواقع السياسي في الجزائر. هناك اعتقالات يومية، وهذا في الحقيقة يؤدي إلى انسداد بين الشعب وبين السلطة. ولكن بالنسبة لمحمد سعيد لما سئل عن هذه التجاوزات وهذه الممارسات التي تقوم بها السلطة، قال إذا كانت هنالك تجاوزات فإن المحكمة ستبرئ حال هؤلاء. إلى أي درجة يمكن للمحامين مثلك أن يوافقوا ما ذهب إليه محمد سعيد من أن القضاء مستقل ولا غبار عليه؟ لا أنا لا أشاطره هذا الرأي، لأنه باش توقف إنسان تؤدي إلى توقيفه وزجه في السجن في انتظار محاكمة عادلة، هذا راه مساس بحرية الأشخاص، راه تعدي على القانون. احنا قاعدين نقولوا ونطالبوا بالانفتاح السياسي وتكريس دولة القانون وتكريس قرينة البراءة، نجيو نهزوا الانسان ونتابعوه لانه عبر على رايه مخالف للنظام، لا هذا لا غير ممكن. ما نقدرش نقولوا باللي العدالة راهي ديما راهي تبرئ الناس، العدالة راهي تحكم على ملفات وعلى تهم تحضرها للضبطية القضائية وهي راح تفصل فيها، وبدليل انه العناصر كثيرة على غرار الاخ عزيز نوار في تبسة، على غرار عده اطراف ما داوش البراءه تاعهم، مع انه الشيء اللي كانوا قاموا به انهم كانوا عناصر ناشطه في ضمن الحراك، والتهم هذه اللي راهي تكيف لهم في محاضر الضبطيه القضائيه وفي محاضر المتابعه راهي بكل نتيجه عن ما كان يحدث خلال الجمعات الحراك، يعني ماهيش جديده سبحان الله. طيب كيف ترين وعود عبد المجيد تبون قبل 12 ديسمبر وما بعده وحتى في الأسابيع الأخيرة في حديثه عن الحريات، حرية التعبير، الحريات ككل، هؤلاء كلهم يخدمون الجزائر الجديدة وما إلى ذلك، ولكن الممارسات مثل ما كنت تتحدثين عنها الآن تخالف هذه الوعود، هل هنالك ردة حول هذه التصريحات أم أنه تبينت له أمور أخرى، أم أن هنالك جهة ما قد تكون مخابراتية استخباراتية عسكرية أمنية قالت له هذا المنهج لا يمكن أن نتبعه أم ماذا؟ والله يا أخي عثمان أنا ما نقدرش نحكم على رئيس المنتخب وعلى المهام تاعو اللي أداها في 6 أشهر هذه ولا 7 أشهر ونكون نقيمها إيجابا أو سلبا، ولكن الشارع الجزائري
كان يأمل بما حتى أنا شخصيا كنت نأمل أنه هذا الرئيس يفتح المجال أكثر للحريات الفردية، يسعى إلى إعطاء المواطن حق التعبير عن رفضه للواقع السياسي في الجزائر. مش معنى أني مخالفك لازم تهزني للحبس، سبحان الله العظيم. إذا كان الرئيس هذا عنده النية الحسنة تجاه هذا الشعب وباش ينفذ الوعود اللي كان يتكلم عليها أثناء الحملة الانتخابية اللي دارها قبل الانتخابات، ونجي ونشوفوا درك انه ماهيش مطبقه على ارض الواقع، ما نفذ منها حتى حاجه، بالعكس هناك تراجع للحريات، هناك قمع للناشطين. انا نقول انه الرئيس الجديد راهو مازال باش يوفي بالوعود تاعو، يعني راح يحدث القاطعه بينه وبين الشعب، راح يعني ما نكون ما درنا حتى شيء. يعني الثوره البيضاء التي قام بها الشعب الجزائري في 22 فبراير، يعني سبحان الله ما رجعنا تقهقرنا الى الوراء كثيرا كثيرا، لانه السلطه الحاليه راهي تمشي نفس النهج القديم. نعم، وهو كذلك الاستاذه مريم منيره عشاوي محاميه والناشطه حقوقيه، شكرا جزيلا لك. اعود لك استاذ حبيب، ما رايك في ما كانت تطرحه الاستاذه مريم من انه هناك جهات، وانه ما قالتش ولكن بطريقه غير مباشره، هناك فعلا من يقول انه لابد من اعطاء فرصه للرئيس الجديد، لا يمكن الحكم عليه او الاسراع بتقييمه، لم تمضي عليه بعد الا 5 اشهر، عليكم ان تتريثوا، حوصله ما قام به تبون لا يمكن ان يتم في هذه الاشهر المعدودات، عليكم بالصبر. هو ايضا طلب ذلك، طلب من الجزائريين الصبر لما هنأهم بحلول العيد، والأتباع نتاعو يقولوا لا يمكن أن تقيموا عبد المجيد تبون وجهوده وخدمته للوطن في غضون 5 أشهر، عليكم أن تصبروا. هل هذا يذكرك بطلب الجماعة تاع بوتفليقة لما قالوا أن بوتفليقة لابد له من عهدات أخرى حتى يكمل برنامجه؟ شوف، حتى نتفق، هذه هي مبررات أو أنصار النظام دائما يبررون بذلك. حتى وقت على وشوك سقوط بوتفليقة قالوا زيدوا عام واحد، وهذا قال لك شوف، هي الآثار الإيجابية عندما ترى شخص أنه متمكن من مفاصل الدولة ومتحكم في قراراته وقراراته تحترم، تراها من قراراته. احنا شفنا في هذه الجائحة كثير من القرارات متناقضة، عبد المجيد تبون يتكلم بخلاف، وزير الأول يتكلم بخلاف، الأفلان والأرندي عقدوا مؤتمر من الاستثنائي مخالف للمرسوم التنفيذي أصدره الوزير الأول. يعني عندما ترى أنه كل هذه الأمور غير محترم، كيف تعطيه فرصة وهو والجهة التي عينته هي من تخالف أو تصغره أو تقزمه أمام المجتمع؟ لو رأى فيه الشعب الجزائري أو غالبية الشعب الجزائري صالحا للجزائر لما يطالب يوميا بسقوطه أو بتنحيته أو بمغادرته لهذا المنصب، لأنه رأى فيه أنه غير متمكن، أضعف الإيمان. يتم معاقبة الشخص الذي أعطى قرار بفتح قاعة للأفلان والأرندي، لو كان هذا ذا مصداقية ونعطيه فرصة ليستمر إليها. أيضا في فترة المخلوع عبد العزيز بوتفليقة لم يكن الأشخاص يجنون من أجل تويتر أو نشر فيسبوك أو كلام كذلك، قالوا ما قالوا عن عبد العزيز بوتفليقة، لكن لم نرى شخصا تم سجنه بسبب ذلك. الآن لمجرد أن تقول كلمة أو كلمتين تزج بالسجن، كيف تعطيه فرصة وأنت ترى في الواقع المعيشي المعاش يوميا، الحالة تتدهور يوما بعد يوم، لم يقدم. عندما ترى قانون المالية، قانون تكميلي للمالية 2020 كارثي بأتم معنى الكلمة، كيف تعطيه فرصة أنه شخص يقول أريد أن أنتج اقتصاد من خارج المحروقات، ونرى في قانون تكميلي معتمد 100% على المحروقات. نعم. على المحروقات، يعني مشروع ميزانية الدولة مبني على المحروقات، سواء صعود البترول أو نزول البترول، يعني وكأنه السيد عبد المجيد تبون منفصل عن الواقع، يقول أريد بناء اقتصاد خارج المحروقات، وفي قانون المالي يخفض من سعر الميزانية على أساس أقل من 50 دولار للبريل، يعني وكأنه يتكلم شيء
وناس من خلفه تفعل شيء، وكأنه هذا الوزير الذي أعد قانون المالية وعرضه على البرلمان لا ينتمي إلى حكومة جراد ورئيسه عبد المجيد تبون، لذلك لا تستطيع أن تعطيه فرصة. الفرصة لا تعطى لهكذا شخص، الفرصة تعطى لشخص لما يثبت أضعف الإيمان حسن النية، الشخص الذي يقول الحراك مبارك ويزج بخيرة شبابه وخيرة رجاله في السجون، عوض أن يلتف حولهم، عوض أن يستدعيهم في حوار لم شمل الجزائريين، عوض أن يكلمهم بالكلمة الطيبة، يدخلهم السجون. انظر كم من شخص راه موجود في السجن، كم من شخص شرد، كم من شخص غائب عن أفراد عائلتي، عن أولادي، ولم يقم بأي مبادرة في هذا الاتجاه. كيف تعطيه الفرصة؟ هذا الشخص لا تستطيع أن تعطيه فرصة، لأن الشعب الجزائري لم يوافق عليه بأغلبيته، ورغم ذلك مرت هذه الانتخابات الشكلية الهزلية 12-12، لم يستطيع في هذه المدة من ديسمبر حتى الآن، نحن في شهر جوان، لم يقدم أي شيء للشعب الجزائري على الأقل يلتف به على مضض، حتى لو قبلنا الأمر على مضض. لم يستطيع أن يقدم شيئا للشعب الجزائري حتى يلتف حوله. لم يستطع. أنت أعرف جائحة الكورونا يغلق المحلات على الناس ويغلق الأعمال اليومية وهو قوته ذلك اليوم، لا يستطيع، لم يقدم أي بدائل. يعني جائحة كورونا لم يستطع، أثبتت أنه عاجز بالجملة، عاجز نعم. بالجملة، لا كمامات ولا أي شيء ولا السميد. الآن كنت قبل أن أدخل معكم في مداخلة في ولايات الشرق، لا يوجد السميد بتاتا. يعني في 2020 ما زلنا نتكلم أن مادة الدقيق أو السميد مقطوعة في الجزائر، ونقول نعطيه فرصة. يعني هذا الكلام هو أصلا لم يستطع يقدم نفسه وكاسمته كرئيس أو شخص جامع وشامل الجزائريين. تمام، سأعود لك أستاذ حبيب. نرحب الآن بانضمام الناشط الجمعوي والناشط أيضا في الحراك الشعبي السلمي زكريا قرفة معنا من عنابة. زكريا، هل بدت لك هذه المعالم التي يتحدثون عنها الآن، معالم المرحلة الجديدة أو مرحلة الجزائر الجديدة كما يسميها عبد المجيد تبون، خاصة مع هذا الجديد القديم بالنسبة لواجهة كل من الأفلان والأرندي؟ تمام، تحياتي لك أستاذ عثمان ولضيوفك الكرام ولكل المتابعين. في حقيقة لا هي لا جزائر لا جديدة ولا قديمة، هي قديمة بشكل أسوأ. عن أي جزائر يتحدثون؟ هل يتحدثون عن جزائر قمع الحريات، عن جزائر تدهور الاقتصادي، عن جزائر يعيش فيها المجتمع يعني احتقان اجتماعي كبير؟ عن أي جزائر؟ عن جزائر خرج فيها الشعب الجزائري للحراك وقام بثورة، أين قال الفلان ديجاج، أين قال الأرندي ديجاج، قال يسقط حكم العسكر، قال يسقط حكم المخابرات، قال تبون مزور جبهة العسكر. ولكن هذا النظام نشوفه فيه راهو رايح بنفس المنظومة يستمر. هل هذه هي الجزائر؟ إن كنا نتحدث عن الجزائر، فالجزائر هناك جزائر أولى وجزائر ثانية. هناك جزائر الحراك التي تصبو إلى بناء الجزائر الحقيقية وليست الجزائر الجديدة، وهناك جزائر نظام حكم مستبد، نظام حكم غير شرعي، نظام حكم عسكري يتحكم فيها العسكر وبشكل أدق تتحكم فيها المخابرات التي تعتبر قلب النظام، تتحكم في المشهد السياسي وتتحكم في الاقتصاد إلى غير ذلك. هل نتحدث عن جزائر التي يزج بأبنائها في السجون لمجرد تعليقات؟ حتى في وقت بوتفليقة يعني ما كانش الأمر الحقوقي يعني أمر الحريات متطور بهذا الشكل. عن جزائر التي يشيط فيها منطقة وجزء من الشعب الجزائري، عن أي جزائر يتحدث هؤلاء؟ عن جزائر التي يضيع فيها الناس يعني كاين الناس راهي ما تلقاش مش تاكل، خاصة في زمن جائحة الكورونا. عن جزائر الكورونا التي يعني زادت في فضح هذا النظام، في فضح ممارساته، في فضح يعني حقيقته وسياسته، بين انه لا سياسه له، لا تخطيط له، ليس له اي قدره على التسيير، ولو تسيير حتى بلديه صغيره يعني، ولو دوار ما يقدرش يسير هذا النظام. في حقيقه الامر ما يقوم به النظام الان في ظل جائحه كورونا، ما يسمى بتعديل الدستور وهذه تاع الافلان
وقانون ميزانية تكميلي، هو يريد ربح الوقت ويريد طيب زكريا نعم كيف ترى الحراك الشعبي السلمي الآن؟ الأنظار كلها موجهة سواء في الداخل ولا في الخارج، يقولون خلاص الآن تبين الخيط الأبيض من الأسود والكورونا بدأت تتراجع نتائجه السلبية يوما بعد يوم، الدول الأوروبية كأنه بدأت تقشعر منها الغيوم، تنقشع منها عنها الغيوم، المجال التجاري بدأ يعود شيئا فشيئا، كذلك في الجزائر شيئا فشيئا، الآن الأنظار كلها موجهة للحراك الشعبي السلمي، كيف تتصور أو ترى الحراك الشعبي السلمي في الأيام القليلة المقبلة؟ هل سيعود بزخمه بقوته رغم أن النظام لا يريد ذلك؟ ولذلك فهو يقتنص هذه الفرصة لاعتقال ناشطيه، أبرز ناشطيه حتى يحد من هذا النشاط، هل تراه يفلح في فرملة أو التقليل من نشاط هذا الحراك؟ كما النظام راه ينظم في بيته أو راه يربح في الوقت، الحراك راه ينظم في نفسه، الحراك راه يستعد لما بعد جائحة كورونا، بل بالعكس هناك يعني نداءات، لولا أنه كاين أصوات عاقلة، أصوات لنشطاء يعني خموا مليح وشافوا صوت الحكمة والعقل، قالوا فلنتريث قليلا، ولكن الحراكيين الشباب خاصة الشباب مع استفزازات هذا النظام راهم في أي لحظة يريدون الخروج، يعني قادر حتى يعني في ظرف أسبوع سيقرر الحراكيون أو أسبوعين أو ثلاثة، لا يدري أي كان كيف سيعود الحراك، ولكن لا نقول الحراك بل سيعود تعود مسيرات الحراك، لأن الحراك أفكار، لأن الحراك مشروع، لأن الحراك ثورة وهذه متواصلة، أما مسيرات والضغط الشعبي والتجمعات الشعبية ستعود وسيقرر الشعب، سيقررها الشعب متى أراد، ولا يدري أي كان كيف ذلك. فإذا جائحة كورونا تبين ليس فقط الحراكيين بل تيقن الحراكيون من ذلك، يعني زادهم ذلك إيمانا بأن هذا النظام بما يفعله من ممارسات ومن اعتقالات واستفزازات وما إلى غير ذلك هو يزيدهم يقينا، يزيدهم ثباتا بإذن الله. ويعني هذا النظام وجدر راح حتى الناس لو آمنت فيه بأفكاره اللي آمنت كشوية يعني جزء من الشعب قليل، فكنا من الناس، هذه الناس اللي راهم مستفيدين دعنا منهم، لكن هناك حقيقة هناك جزء صغير من الشعب آمن بأن هذا النظام وأن ما كان يقوم به الجاي صالح وما إلى غير ذلك، يريد كان في مصلحة الشعب وكان في صالح الحراك. حتى هذا الناس راهم الآن يتراجعون عن أفكارهم وعن آرائهم وعن مواقفهم، ويرون في أن الحراك كان على حق وأن الحراك هو السبيل الوحيد لإنقاذ الجزائر وبناء دولة الحق والعدل والقانون وبناء جزائر التي حلم بها الشهداء ويحلم بها جيل اليوم وحلمت بها كل الأجيال. تمام زكريا، شكرا جزيلا لك. زكريا قرفة الناشط الحقوقي والميداني كنت معنا من عنابة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ حبيب، نختم بهذا الشعار الذي صار الآن خالدا في أوساط الحراك الشعبي السلمي، مدنية ماشي عسكرية، والرسالة هنا للعسكر طبعا، لجنرالات العسكر، ليس كل الجنرالات، وإنما الحديث فقط عن الجنرالات الذين انغمسوا في السياسة، الذين يمارسون السياسة يريدون تسييس الأمور أكثر مما هي عليه. هل فهمت هذه السلطة بين قوسين السلطة الفعلية لمجريات الحدث، أو فهمت ما يريده الحراك الشعبي السلمي اليوم، أم أنه تجاوزتها الأحداث وما تزال في غيها القديم بأنه الكل في الكل الأمني هو السائد، ولا حديث عن دولة الحق والعدل والقانون والمؤسسات وغيرها؟ هو لو كانوا هؤلاء الثلة أو هؤلاء الشرذم المسيطرة من جنرالات الجيش اللي مسيطر على الحكم، هي الحقيقة أصبحت الآن باينة واضحة أمام الملأ، يعني لا حتى السيد عبد المجيد تبون ولا حكومته ولا السيد عبد العزيز جراد عندهم سلطة أو فعل على شؤون البلد وأمور بلدهم ما عدا أن ينفذون. هذه الثلة أو هذه الشرذمة المسيطرة على الوضع السياسي في الجزائر ما زالت لم تفهم ولم تعي درس 22 فبراير 2019 إلى يومنا هذا، إلى غاية الآن هي مقتنعة بفكرها القديم الكلاسيكي، سوف نحدث لهم تغييرات، سوف نغير لهم بعض الوجوه البالية ونأتي لهم بوجوه جديدة
ونغير هنا وهناك ونأتي بهناك ونعطي وننزع هذا البرلمان ونأتي برلمانا آخر ونأتي ببلديات أخرى ورؤساء بلديات أخرى ومجالس ولائية أخرى ونسقط فلان وننزع فلان وفلان ويستتب لنا الأمر كما كان في السابق طيلة 20 سنة. والأمر هذا هو الفكر الذي لم يستطع جنرالات أو ثلة الجنرالات المسيطرة على الوضع السياسي في الجزائر أن تفهموا. هي تظن مجرد تغيير الأشخاص سوف يستتب لها الأمر، ولذلك هي كما قلت في السابق في سباق ضد الساعة حتى تنصب أذرعتها تحركها يمين وشمال كالحزب الأفنان أو الأرندي أو الجمعيات والمنظمات السياسية أصحاب المولوات وأصحاب التي تنفذ الأوامر حسب ما يطلب بها مثل مدة 20 سنة. لذلك هي تحاول قبل أن عودة الحراك في الموسم الثاني ما بعد كورونا تكون أذرعتها مهيئة وجاهزة وتتفرغ ما عدا الحراك بالقمع. لكن الأكيد أن الحراك وحتى الناس الذي غررت بهم هذه السلطة أو هذه الثلة من الجنرالات اللي غررت بهم مداتهم من انتخابات 12 أكيد أنا متأكد بل أجزم أنهم ندموا عن اليوم الذي ذهبوا فيه إلى ذلك الصندوق وفي ذلك اليوم الذي أعطوا فيه صوتهم لشخص زيد أو عمرو أو لأنهم شاهدوا ممارسة النظام، شاهدوا عقلية النظام، شاهدوا المجموعة الجنرالات التي تحكم أنها تحرك الأشخاص لا أكثر ولا غير. شكرا جزيلا لك أستاذ حبيب، انتهى الوقت، ولكن أكيد الموضوع لديه شجون وخلفيات وتداعيات سنعود إليها في الأيام القليلة المقبلة. الأستاذ حبيب عاشي القاضي السابق والمحلل السياسي كنت معنا من باريس عبر خدمة سكايب، شكرا جزيلا لك. وشكرا موصول طبعا لضيوفنا الآخرين الدكتور يوسف بوشري من المحلل السياسي، رؤوف ملال النقابي والقيادي رئيس الكونفدرالية النقابية القوى المنتجة، وزكريا قرفة الناشط الجمعوي والحركي، دون من أنسى الأستاذة مريم منيرة شاوي المحامية والناشطة الحقوقية. شكرا لكم أنتم أيضا على حسن المتابعة والمشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه وإلى اللقاء.